السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمانتين أدي أضمن دين سلام يا الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام تقول قارسا سلام تيسلامك لمانتي وسلامتين ما أنتوا حنكو هذينا حرق عرضون حلال ماها إيوه اللي بعدي وجود بيسع دالده أو دماتي مانت حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل مانت وني رسقنا ورت انت اني انت دتك سو بدنيان سن هل مر بروجرام كينو قال له لما انت تعسبي نوت لما انت لبنتين تعسفين نوت الله وين سوينا انت اي كيمانيان تذكر أريد مهم إنك هذا دون إن شاء الله وقصة صنع عبد الملك مسعود دون وريها the year the man of the year the man of the year عبد الملك بو سعودون وحي كل انت اسكو بنانك تشوفه وين بلاون الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد أضبني دي سلامة يا أمة الصومالية مال والبات شكتان والحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودو هذا أضي أضبني دي سودواني يا دمانتين سلا عنوانك وجهي دان ما انتو حنكو هذينا حلقة أما محكمة دينتا أما عدالة حمادة كتشيرتا مقالة هرقيسة خلونا هانتي ومالين مذو ومالين قيرة بضن ومالين الغلا وعي انتا سو مليان قف أو صوماليا أو مسكينة ومالتي ومالتي عدالده عدالده بابادي ومانته هيد مانته او بيشو تاي سيديد لبدا كون يو لحيه تمكا بيش افراد سيديد سيديد ابريل لبدا كون يو تدبيه تمكا ومالين تاريخية ومالين اين لكو قورن انو لوح بدو ومالين اي كو تاي عيب يشرف دع امد الصومالي لان عيب عيب بيكو تاي عيب يشرف دع اين اي دادكاسو عدالده حيان ما أنت عبد الملك ساوقتهين وأنا ذي شاقي وأنا ذي شاقي هذا كهر بأنا ذي شاقي أو أنا ذي كولي إنك هجر صورها ولو سو يرد ولا حكم كيس نو قرشي سين وانو سياسة دي سين تذكر كذب بين ولوجي والله نذكر شاقي والله نذكر شاقي وأنا عضح معايا لقى ضبط عبد الملك مصعب دون لقوه يستو لقوه حكومي يلا بدل سنة الله شري اسم لها أقول ما عبد الملك مكعبدي وتشبي مكعبدي بقبي وها عيان راه وها عيان راه قرصور كي مانت عبد الملك موسى الدون كو حكومة الله بدل سنة إنو حلي أولا ورستي أو أويري عبد الملك موسى الدون مركان كسو إيدين سدح القضب مدوا القواي لبنا وقرتي وقرتي وبينالي وكذاب وكذاب وبين على عبد الملك مسعود مغرى انا لا هضي انا دقيستي عبد الملك مسعود مغرى ابدا ما نقرا الهي كعبسو الهي كعبسو قرصوري الهي كعبسو يوم القيامه والكسوت هاك يا والله وبالله وطلاه ادوك كفن بس كقادنسا غارسيا فيديو جيجا هل غارسيا عدي تغانا قرصورها عبد الملك مسعود لابد سنك حكومي عدالة هذا عبد الملك بن سعودون واني شرف له واني قيمة له واني حق إلهي شرف كله حق أمة الصوماليات
laba tuug oo cabdimalik meel ku afduubatay qiimo iyo sharaf ay leeyihiin ma jirto. Aabe tacaal, aabe tacaal, adduunka cabdimalik muuse ordoon caalamkii oo dhan baa lagu soo qaatay, joornaalada caalamkii oo dhan baa lagu soo qoray, weriye laba sanadood la iskaga xaday intuu xamar tegay iyo madaxweyne kale uu soo salaamay. Ceeb iyo sharaf dhac bay ku tahay maxay ahay ummadda Soomaaliland. Ummadda Soomaaliland waa inaad ka falcelisaan, waa inaad ka kacdaan, waa inaad ka dhidhisaan, waa inaad ka dhidhisaan. Ceeb iyo sharaf dhac bay ku tahay wallahi alcadiim, ceeb iyo sharaf dhac bay ku tahay ummadda Soomaaliland maanta in ay maxay ahay daawadaan cabdimalik muuse cordoon saa loo geliyo. Cabdimalik muuse cordoon wuxuu istaahilaa, cabdimalik muuse cordoon wuxuu istaahilaa in taalo loo dhiso magaalada Burco, magaalada Hargeysa in taalo looga dhiso, maaha in jeel la geliyo. Hadda ka hor baanu sheegnay 150 jeer baanu sheegnay, cabdimalik muuse cordoon hadday doonayaan inay la dhiilgareyso xukuumadda Soomaaliland si xal kale oo degan oo qaab kale ayay u dhigi lahayd. Cabdimalik muuse cordoon intay u yeedho markuu airport Hargeysa kasoo degay, intay gooni ula baxdo ayay la fadhiisan lahaayeen, ayay la hadli lahaayeen, ayay arintiisa odhan lahayen. Cabdimalik muuse cordoon arintaas waan dhibsanayn iga jooji. waxaan hubaa cabdimalik muuse cordoon inuu qaadan lahaa taladooda, laakiin may noqon. waxay noqotay cabdimalik muuse cordoon waa loo dhaarsan yahay, waana la doonayey, waana loo dhaarsanaa sidii ay doonayeen bay u dhacday. Waan idiin sheegay cabdimalik muuse cordoon Soomaalilan uma xidha, Soomaalilan arrintu way ka weyntahay cabdimalik muuse cordoon, arrinta cabdimalik muuse cordoon Soomaalilan ka weyntahay. cadaadis baa fuushan Soomaalilan, ceebna maaha hanoo sheegeen, cadaadis baan fuushan, hanoo sheegeen, waanu qaracayna. Waa wax laga xumaado wallahi billahi talaahi inaynan waddankeena u madax banaaneen. waxaan idiin sheegayaa samafal cabdimalik muuse cordoon maanta xadhigaa la xidhay ama xukunkaa lagu xukumay 2 sano, wax alaali wax ka dhimaysa ma jirto. Halganka halkiis buu ka wadayaa, sidiisii buu ahaanayaa, mana bedeli kartaan wallaahi oo billaahi oo tallaahi inayna bedeli karin. Khasab siyaad baraa laga diiday saaxib, siyaad baraa laga diiday caburin iyo khasab iyo in loo rukuuco noway, siyaad baraa laga diiday. Cid kale laga yeeli maayo wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaan laga yeeli ina yaro maxay ahay Hargeysa fadhiya oo ciyaalkiisa jal mariyo Mareykan geystay oo gaari maxay ahay gaari cad ku socda oo guri intaasoo dabaqa dhistay oo xooli dadka ka dhistay inuu Hargeysa maanta ku faano maaha, oo xoogii awood sheegto, usuu doono xukumo, usuu doono sameeyo. Wallahi wala iskaga dabay imanaya billahi tallaahi, wala ilaahay ka cabsado xishooda dulli baatina, ilaahay ka cabsado xishooda oo sii daaya samafale cordoon. xishooda ilaahay ka cabsada. cabdimalik ma yistaahilo xadhig wallaahi billaahi tallaahi, raab shacabka reer Soomaaliland oo dhahad halaal wareysto wallahi lacadi ma yistaahilo ku odhanayaan. mid la khalday mooyaane 1, 2, 3, 4 wax macnaha sheegayaan malaa koosna, inta jecel baa ka badan. runtaan idiin sheegayaa, xaakimkaa xukumay, wasiirada haysta, nimanka haysta, dadka maxay ahay cabdimalik jecel in la xiro wallaahi oo billaahi oo tallaahi, cabdimalik isaga ka muwaadinsan oo isaga ummadda ka jecel oo isaga waddankiisa ka jecel. ummadda shacabka reer Soomaaliland waxa uu sheegayaa cabdimalik muuse cordoon khalad baa laydinka faasiyey. cabdimalik muuse cordoon wuu idin jecel yahay. cabdimalik muuse cordoon wuxuu u dhintaa, wuxuu ka dhiidhiyaa dadka dhibaataysan. waa dadkiini maaha kama iman Israa'iil, waa dadkiini ween Afrika kale kama iman dadkan, dadku caawinay waa dadkiini. war miyaynan dhiig iyo damiir lahayn maanta oo abaare jiraan, maanta ay duruufi jirto, inaad cabdimalik muuse cordoon xidhaan war xishooda war ceeb weye wallahi alcadiim, ceeb calaykum, istaxu calaa anfusikum. xishooda 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 wallahi billahi tala xishooda isku khajila oo iscasila oo maxay ninkan xukumay cabdimalik xukumay qaadigan xukumay hays casilo wallahi, hays casilo billahi tala culays iyo caga jugleen baa lagu hayaa hays casilo. waxaan hubaa inanka ay weyn yaro wanaagsan inanka ayra maxay hadeen maxkamad haysta, laakiin muxuu dib ugu dhigay? way kaartaysanayd, wuxuu awoodi karayay inuu xukunka ku dhawaaqo maalintiiba.
لكن هو لو سيري وحليلي حكمك هكون دواقن ادب نقول لك الى سبتي ذا سين اوضا هذا لو اوضا فريسنو والله اوضا فريستي اسكا انت كره ادونيس عبد الملك اني قد جلسو ويشرين وحيسو قامي عبد الملك مصعب دون لحسنو كدا كدا يمي وحيسكو اخر كو حيسكو راعي الله بسنو لانه قضبك قضبك كواد وقرندمس اي كو اديان قرندمس كنا محي اديان او يران عقابتي سوال حسنو على كل حال وحان خباه او خباه او بقول كي بقول انا اديك قرنين ان عبد الملك مسعود دون عداله درو لو خري لونا سو يري حكم كا دعي مانتا و هي حكم سياسيسن و هي حكم محي هديان عبورس او العبروني صحفيين والله او بالله او تالله والله والله هلكن هلكي سو كسونيا والله عبد الملك باش تكون عبد الملك باش صبحيا ضدك واد نعسيسين وضدك هنعسينين ضدك ودن كينا هنعسينين ومضى ومضى ودن كل ويش عشا رون هانتي مانتا ومالي المذو طريق الصومال لان ومالي المذو عبد المالك وابير مقيدو والشخصي والله وبالله او الله سومالي لا نو دحت اسكو تقتيناني غارين والله اناني غارين رونتا اينو شيغنو رونتا اينو سو شيغنو والله وبالله او الله عبد الملك اناني غاري داعدنمديسا شرفتيسا وناغيسا والله اناني غاري كنني بالله الله شيغت كنت كي تو غور ما انت غاري عاد مكو سودا هرغيسا او امد خولها امد الشعب كعني غاري عاد مكو سودا دبقيو دسانيا مخايده بلودوس كغوسانيا عيالكيس امريكي كندي جوغان هي عبد الملك موسى أردون ما أنت جوري وقلم لها ما هيسو جور 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 خراب كتيرة عبد الملك موسى أردون هادو عاد قاتية هاي جور في لوي بولها لها ما أنت هادو عاد قاتية هاي إيمان لاي هاي أو أنا إلهي كبغين والله بالله تلاي في لوي بولسلها في لوي بحبر لوجل سلا وهرجل سلا لوجل سلا وملو بلوجل سلا وهذا ده قول وضعية ده أو قول وضعية كونه جاي توكت لكن حاشا لله عبد الملك مصعدان لقوم سكرين إنه قف السجود والركوع أبدا أنا لا هين سبحانه وتعالى حق عدالة وكه الله يا أو والله يا أو بالله يا أو الله يا إن أنا لقى أمسين إن أنا عبد الملك أمسين وحنو شجية إن شعبك غير سمالة مظاهرات مظاهرات كردنا مظاهرات كردنا توبت هاي ست عبد الملك مسعودون وين اكو قعدان وين اكو قعدان خاصه قبل كسو جيده قبل كتبلير برعو ما انت عبد الملك مسعودون وكساعتين والله بالله والله حشود دبس كو نقدا ما انت ان كي دبا هلكا لو بهدليا عبد الملك موسى عرضه قبل كتقدر وحطري يا تري إيشك كم عطري كم عطري وردت كيني بوجود مذوق صاري وردت كيني بابا يو عبد الملك وما تتسع عالم كتسي وعبد الملك وحكرنا شيء قبل كتقدر لين شرف له أو قيمة أو عالم كله نجي قادو ورتي في قال جزيرة صارتي ورتي نيويورك نيويورك تايمز بس صارتي ورد هاي الصحافة الإنجليزية ما عبد الملك سوق على تي وروى شخص معروف إنترناشنال الله أولي غنو أو وحاسون وحوي هاي بدو حسي إلهي يعز من يشاء ويذل من يشاء عبد الملك شال كيسوق كتشرو كرامي سيا والله يا كرامي دي صحابة تعلق جناني قدرين وكرامي دي سين إلهي بقى كرامي شرف بلي عز لي كرام لي عبد الملك مصعدون حرقيسو حلال بها وكدي ديا ريب روح انو شيغي مظاهرات مظاهرات كدنا حكومه الصومالي لان ايام كوباقيا وانت سماها جعل وانت وناك جعل ابي اذا كنت ريب روح مانتا ان عبد الملك مسعودون حرقيسو لو بهدلو وتشارس كيتشرو وارقفك وناك سمايه ولا شرفاه
war dadkan Yurubiyaanka aan joogno meelahan ayaa qofka wanaag Afrika ka sameeya intay u yeedhaan bay Nobel Prize Asia jaysada adduunka ugu qaalisan oo malaayiin ay ku bixiyaan. War maanta Cabdimalik Muuse Cordon wuxuu idin ka baahnaa jaaysad, buu idin ka baahnaa. War maanta taalo idin ka baahnaa. War maanta Cabdimalik Muuse Cordon cid gaadhaysa oo Soomaaliya ma jirto. Runta aynu sheegno dhammaantiin waa inaad soo qortaa Free Cordon, taageerayaasha Cabdimalik Muuse Cordon dhammaantiin waxaan idinka codsanayaa meel walba aad joogtaan, maxayda Facebook-ga, media-ha, meel walba Free Cordon kusoo qora, ha seexanina. Maxay ahay soo saarta profile-ka, maxay ahay sawirkiisa soo saarta u heliya maanta Cabdimalik Muuse Cordon. Cabdimalik Muuse Cordon maanta ducadiinu duuniya, laakiin waxaad ogaataan inta qof ee Cabdimalik u ducaynaysa, inta daciifka, inta masaakiinta, inta ummadda Soomaaliyeed u ducaynaysa, wallaahi oo billaahi oo tallaahi, wallaahi way habaarayaan kuwii xiray, wallaahi dadka masaakiinta way habaarayaan. Habaarkooduna hadduu maanta kasoo bixi waayo marka lagu sabaxayo, wallaahi taashaki kuma jiro. Ogaada war Ilaahay ka cabsada oo xishooda dulibaatiine waa dad waxween meesha. Waxa Cabdimalik haysta waa dad caada qaatayaala, waa dad laaluush ku shaqeeya, waa dad la leeyahay ku dhaaro inuu arinta Cabdimalik galay, iyo mid la leeyahay lacag waxaas lagu siinayaa. Sheeg xukunka ku dhawaaq sham aad maanta damiirkaagii ma waxaad ka dooratay maxay ahay damiirkaagii sharaftaadi waxaad ka dooratay maxay ahay lacag iyo haybad inaad meel haysato? May adduunka waad ka tegeysaa, kafan cad baad ka qaadanaysaa, wallaahi billaahi tullahi kafan cad baad qaadanaysaa. God baa lagu gelinaya madow keliga adiga Ilaahay, God baa lagu gelinaya adiga Ilaahay, wallaahi billaahi tullahi. Maxaad ku hadli inta qof aad dulmisay mas-uuliyiinta Soomaaliland? Waxaan u sheegayaa wallaahi oo billaahi oo tallaahi, mas-uuliyiinta Soomaaliland ogaada qofka maanta ku xanuunsada ama ku dhaawacma ama ku dhibaatooba ama ku gaajooda meeshaad mas-uulka ka tihiin, wallaahi alcadiim yowm alqiyaama waa lagu soo taagayaa. Aad xuriis cunaysaan, wallaahi yowm alqiyaama waa lagu soo taagayaa. Waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliland, reer Soomaaliland, waxaan u sheegayaa inaanay taageerin, inaanay qabiil ku taageerin mas-uuliyiinta. Weligood bay kuwaas baa taagnaa. Maxay ku jecel yihiin xukunka? Maxay u soo taagan yihiin? Maxay dadka lumin waayeen? Waa in is-og, waa intaas waxa weeye, waa circle, waa wareeg. Intaasunbaa ku jiraysa ilaa qiyaamaha, intaasunbaa cunaysa, intaasunbaa joogta, intaasunbaa maxay ahdeen weligood soo taagan. Miyaad aragtay nin le anigu xil dooni maayo? May nin walba wuxuu doonayaa inuu hanti ka samaysto ummadda dhiiggooda iyo maxay ahdeen ummadda masaakiinta. Qof walba mas-uula waxaad ogaataa in aad mas-uul ka tahay masaakiinta Cabdimalik quudinayay, masaakiinta Cabdimalik masruufkooda gacanta ku hayay, inta islaana burco ku hoyaysa oo Cabdimalik masruufkooda gacanta ku hayay ma malin kartid. Waa meel cuqubadooda inkaartooda aad ka baqeen. War Ilaahay ka cabsada, ilaaha laga cabsado. Maanta Cabdimalik Muuse Cordon arintiisu waxay gaadhay caalamka, saxaafadda caalamka qortay, TV-da caalamka laga soo saaray. Cabdimalik Muuse Cordon rag baa daba jooga Cabdimalik Muuse Cordon oo u heelinaya, oo garab taagan, oo caana, oo ummadda Soomaaliyeed ugu caansan, oo ka caqli badan, ka xidhayow jaahil kow, ka caqli badan, oo ka tacliin badan, oo adduunkana ka maxay ahdeen ka yaqaana. Cabdimalik Muuse Cordon waa la soo diinayaa, waanad arki doontaa dadka xaqooda la baabiinayo ee qaran uun ka sheekeynaya. Anigu ma fahmi qarankaad ka sheekeynaysa waa maxay? Waxa weeye afar qabiilo meel isku yimi, maalin walba nin baa waxay ilahdaa anoo reer Hebel TV-ga laga soo daa, anoo reer Hebel. Waxaasoo kale ceeb weyaan, waa sharaf dhac weyaan. Dadka maxaa loo qaban waay, maxaa loo xidhi waay? Qof dhan oo intuu soo istaago anoo reer Hebel, haddaan reer Hebel nahay, anugu haddaan reer Hebel nahay,
قبيل بات شوك تولي قبيل بات شوك تقرن ما تقدر بين ما أنت قرن وجود بتان معي هذي أنا قعد معي هذي احترام يا شرف هذه النقطة لكن حس أحساب كل سن قبيل أمة قبيل كل سن سياسة قبيلة سن وبلا شرفة أيون هنا فرونت هاي سوشيال وحن شيء يا أمضى غير سمالان فرد جيني كعان إن أي مظهر هذان إن أي عبد الملك سيد أول نخصا بدل السودايا حق أهيرية حق أهيرية والله بالله تالله ماشى ضدك بن آدم كل غضل ميو والله بالله تالله ربنا كمدو إلهي ربنا حرسته يرحمه من في الأرض يرحمك من في السماء ما أنت إنت صاير وفلا رونهاتي ومالين مذو ومالين تاريخية ومالين قرصور كسومالا لو واحد قدبي أو شرف لا عيوتهاي قرصور كسوير سومالا عيب لا عيوتهاي ولقي ما أرق قرن دون إنه عالم كسكريسو قرن دون إنه أدوم كبحاي هذا يسكي بيو أو هذا يجي يسكو حد قدبي أو صحافتي كو حد قدبي أو ورياشي كو حد قدبي أو سما فلياشي كو حد قدبي هاو سيدات قرن دوني ساد دوني ساد اعترف دوني ساد دوني ساد العالم كا محي هذي صاحب كل يلاته سيدات كو أركيا دولة حنا أفريكان وشيران كا بس على كا هستا إثيوبيا ما بس على كا هستا عبش حنا أقولنا أيه بس على كا هستا أو كو يرنيا أو نعيب يكرهيه كو قبا أو والله بالله تلاه إثيوبيا كا إنه دوني إنه نوراتو هل كا قول كاير إنه كوا هستو دنيا إثيوبيا وسجود مينه ونركوع مينه كان الضمبين مينه كان البغي مينه إلى أهل بنكوب غنا سبحانه وتعالى عبد مالك كذلك والله هنا لقب غيني بلاية الله عد لقب غيني بشرته إلى أهل بنكوب غنا سبحانه وتعالى أذو هذه أشرفت هذه هي قيمة هذه إثيوبيا كيبسي أنو كيبين مينه وانو لسناننا وانو تقناننا وانو نولاننا والله وبالله وطلاه يا عبد المالك نحل كاسو كوضيا ولا إثيوبيا كدقيا ولا سياسي توقو كدقيا والله هنا محايا هذي اللوك الحري هدي عبد المالك كون عبد المالك باشرة بغلال عبد المالك باشرة بغلال عدالة جعل باشرة بغلال صومالي النمضة جعل باشرة بغلال كسور جدا مصغمال صغية كروبشن كي بلايض اي مشاكل بغلال قبيالتك يا شرة بغبيالتك كسور جدا سومالان واجعل هاي وان احترامي وان قيميني لكن وان كحومه ضدك حكومي ايا بلا دميرة بلا قيمة خلونتاني دي شيقية سومالي لانا ميالكو موضان اني قد قليان بيدونيا ميال اي او وضان مجرتو شاني الله باطن صاني هالكافر دي بلا عادة خاشية اني دب عليان وموياني دب عليان دب بالغاري أسانم تودي بسعود كور، قول ما الغاري مقالة بسعودي، I don't know ما كرني، والله وبالله أو طلها حكومة إذا أن أتاكو أهملها إذا أن أقا إذا محي هذي وإحنا قلنا حيانا مشيتو، لكن حق رمت شيء واحد دميرك هي بيصير شيء، وإلى هلا قاعد صدق، إلى هلا قاعد صدق، حرق عبد المالك موسو عرضون إثيوبيا كتبيسا إثيوبيا غراء إثيوبيا كرباشا إثيوبيا نعبي هاي إثيوبيا فلاش كذلا دبقة لي وأنا كوس حسين إثيوبيا أنا حدي إثيوبيا أنا ويرسي عبد الملك مصعدون حلقيسا سومالي لان كم ضبيسو ورك سومالي لان عبد الملك حري وانين هذا كيسادو حري وانين سما فلا دوكت هاي وولا الكايا واسكولي كتين والله لا تقول حلق والله بالله تلاه مقولي إلا كي واحد قال كذب بيا ده كغد وهذا كيسوي حكوا شري هذا لك نقصه كإنسان مثل كلام الدنيا اللي نشجعه سيف عن هاللي دقيسته وحنو قد جيا ولا الله هيجا وما دسهم عليه يا عبد الملك تاجرته وحنو قد جيا واحد شير ضد بدن ضد يعني اللي هنا ضد عبد الملك موسو عرضه كو تاغيريسا اني كو اتاكتو قرنك سومالي لان
ama ku xumeeyso qaranka Soomaaliland maya. Cabdimalik Muuse Cabdoon taageeradiisa ma ha kuwaaso may taageerada dadka taageera Cabdimalik Muuse Cabdoon waa dad wanaagsan, waa dad qalbi wanaagsan, waxay u taageerayaan islaamnimo, walaaltinimo, soomaalinimo. Cabdimalik Muuse Cabdoon dadka ku soo gabanaya ee doonaya inay Soomaaliland weeraro joojiya ma fiicna. Taageerayaasha Cabdimalik Muuse Cabdoon kuma jirtin ee halka istaagnow, laakiin inta walaaltinimada iyo wanaagga iyo farxadda iyo hawshu qabanayo ku faraxsan. Ahlan wa sahlan, cala cayn waraas madaxay saarihin. Inta Cabdimalik reer Soomaaliland ma ka hadlaya, inta Cabdimalik ku xumaynaysa xamar buu tegey ama koonfurtaad necab tahay, waa ceeb wey jooji, waa ceeb. Cabdimalik waa qof qaran. Cabdimalik wuu dhaafay gobol, wuu dhaafay degmo, wuu dhaafay region, caalam buu marayaa. Kanaxow nafta waa, kanaxow nafta waa, ku dhimo karaahiyada qalbigaaga ku jirta, ku dhimo, wallaahi ku dhimo, godkaaga ku dhimo, gurigaaga ku dhimo. Cabdimalik Muuse Cabdoon caalam buu marayaa, caalamka cirku maraya. Cabdimalik Muuse Cabdoon ma gaadhaysid waryaha. Cabdimalik Muuse Cabdoon, soomaalidu waa 20 milyan, 20 milyan baa jecel. 200 maalaya, yacni maxay ii sheegi karaan, maxaad ii sheegi, 200 qof oo maalaya yacni oo bilaa damiira ama qaar la khalday ay ku jiraan, maxay Cabdimalik u sheegayaan? Cabdimalik Muuse Cabdoon 20 milyan oo Soomaali ah taageerta, shacabka Soomaaliland baa taageera 100% jecel wuxuu qabtay. Oo wallaahi billaahi tallaahi, haddayna xaqiiqda ka laabanayn, aanay dad kale ku xumaynayn. Cabdimalik Muuse Cabdoon soomaalida oo dhan baa jecel, Cabdimalik Muuse Cabdoon Jabuuti oo dhan baa jecel, Cabdimalik Muuse Cabdoon kiliilka shanaad baa, oo kiliilka shanaad baa laga jecel yahay. Cabdimalik Muuse Cabdoon Gaarisa laga jecel yahay. Cabdimalik Muuse Cabdoon soomaalida qurbaha jooga caalamka oo dhan baa jecel, isku raacsan, og maxay taageero u haya, oo garab u haya, oo wanaag u haya, oo sharaf u haya. Waxaa Allah waxay ku taageereen wax kale maaha, waa dadka masaakiinta oo caawinaya, waa insaan mutawaaduca oo degan oo aan cidna weerarin. Cabdimalik Muuse Cabdoon cid weeraray caayay madar samay abada. Cabdimalik Muuse Cabdoon weligii cidna ma weerarin, qaranka Soomaaliland muu caayin, manuu maagin, waxna kama sheegin. Laakiin haddii aad leedihiin Cabdimalik Muuse Cabdoon dekeduu ka hadlaa, dekeda waa laga hadlayaa. Dekeda Cabdimalik Muuse Cabdoon madaxweynuhu iyo Cabdimalik Muuse Cabdoon way u siman yihiin, waa la wada leeyahay dekeda, dekeda la wada leeyahay, airportka la wada leeyahay. Haddii waa saxafi fikradiisu ka hadlaya, taa cidda kuma eedan karto. Haddii maanta la yidhaahdo qofka dekeda ka hadla waa qaran dumis, waa mushkilad, waa mushkilad. Marka waxaan idiin sheegayaa dhammaan taageerayaasha Cabdimalik Muuse Cabdoon meel walba ay joogaan, arrinta Cabdimalik Muuse Cabdoon meel fog bay ku socotaa. Ha laga kaco, ha laga kaco, ha la qayliyo, ha la kaco, ha la tooso, hurdada ka kaca. Ha u heli Cabdimalik Muuse Cabdoon maanta hiil buu idinka doonayaa. Intaas aynu ku filan, waa soo gabagabeynaynaa dhammaantiin. Aad baan idiin salaamayaa, waana ku mahadsantihiin inta daawanaysa ilaa 150 gaadhay iyo inta daawan doonta dhammaantiin. Aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa. Waa ku faraxsanahay inay dhegeysataan, inay maqashaan maanta. Runtii waan kacsanaa, shucuurtaydu aad iyo aad buu kacsanayd, maxaa yeelay geesigii ummadda ayaa la xidhay, halyeygii ummadda ayaa la xidhay, halyeygii ummadda ayaa sharaftiisa meel ugaga dhacay. Laakiin Cabdimalik Muuse Cabdoon, xagga Ilaahay, in allaha laa yadiicu ajra almuxsiniin, in allaha laa yadiicu ajra almuxsiniin, xagga ilaahay buu qiimo ka leeyahay, sharaf ka leeyahay. Cabdimalik Muuse Cabdoon ma guul wadeeyo, uma guul wadeeyo qof, dadna uma guul wadeeyo abadan. Cabdimalik Muuse Cabdoon dadka khaladka ummadda ka fahansiinaya joojiya, wallaahi idinma soconaysa, billaahi talaa waa laidinku soo maqan yahay, war ilaahay ka cabsada. Maanta waxaan idiin sheegaa, garsoolka Soomaaliland dhulkuu galay, down dhulkuu galay, wallaahi billaahi talaa wuu ceeboobay, waxay noqdeen luuna qaate, caada qaate, sharaf dhac bay kaga tageen ifi aakhiraba. Maxaa yeelay qof intaasoo 100 oo kun, intaasoo milyan ay u duceynayso, ayay dulmi ku haystaan. Intaasoo milyan oo qof baa u duceynaya,
اسلام اوضي هبر حرم قالوا بسد عيني مساجد دي بقى لوك عيني لوك عيني اله عبد الملك بلايدك يا لالي يا شركه انت اصلا سوق بقبين يا سيدا وانا بدير خير بدير شيء يا لما انت وانا السلام يا سلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحي عصبنا وسن غندونا كل حضركم مو دمان wax badan baa i haray wax badan baa halkan ka sheegayaa waxyaabo badan ma soo wadaa maxay ahay waas maqli doonaa khayr baan idiin rajaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh